قرر اتحاد كرة القدم تجميد الحكم الدولي جهاد جريشة لأجل غير مسمى وعدم إسناد مباريات له خلال بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، وذلك لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لنادي الزمالك في مباراته مع نادي مصر المقاصة، فيما اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان إعادة مباراته مع مصر المقاصة وعدم إسناد تحكيم أي مباراة لرباعي جهاد جريشة ومحمود عاشور ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين بعد تكرار الأخطاء التحكيمية في المباريات التي يديرونها للزمالك.